ضمن مؤشر ازدهار المواطني لعام 2021 والذي أعده معهد ليغاتوم البريطاني، حيث احتل العراق تصنيفاً متأخراً مقارنة بدول الخليج الأخرى كالإمارات وقطر وعمان. الأسباب عديدة، أهمها الحكومات المتعاقبة والتي لم يرى العراق فيها خيراً. شيء أكيد العراق خارج التصنيف يكون، لأنه إحنا العراق يعني ما بي فد لا منظومة تعليمية صحيحة، لا بي ماكو اهتمام لا بالدراسة لا بالصناعة لا كل على كل المستويات، فأكيد إنه يكون العراق خارج التصنيف. لو نظرنا إلى المقياس العام ومقارنة بباقي دول الخليج والعالم، فإن الزوايا المعتمدة التي إن توفرت فإنها تعني الرفاه للمجتمع هي غير متوفرة في العراق. فمستوى التعليم دون الصفر، والمؤسسات الصحية متهالكة، والبطالة منتشرة بشكل كبير في البلد، كلها مؤشرات سلبية تبعد أغنى بلد في العالم عن تصنيف رفاهية شعبه. طيب إذا أنت بلدك 90% من عنده أرامل، زين ما عندهم قوت اليوم، فكيف يكون شعب مرفه؟ والحكومة مكتوفة الأيدي، لا تقدم أي شيء من أجل هذا الشعب أو رفاهية هذا الشعب. فالعراق بدأ منذ تأسيسه إلى يومنا هذا حروب في حروب في حروب، والقادم أسوأ. الواقع العراقي أنه يعاني كثير من مشاكل، منها الواقع الصحي والتعليمي، يعني التعليم شبه اللي بدأ ينتهي، الصحي يعني كواقع صحي ماكو، وهواي مشاكل بالعراق يعني هاي تأثر على تقدم العراق على تصنيفك. العراق وما يملكه من خيرات كثيرة تجعله من أغنى بلدان العالم كما كان في العقود التي سبقت فترة الحروب، لكن وبسبب النكبات الكثيرة وتسلط أحزاب لا ترى إلا مصلحتها الخاصة، جعل العراق متأخرا في العديد من التصنيفات الدولية. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.